صادق في إنهاء الأزمة الليبية، وأشدد أمامكم أن مصر لن تسمح بتكرار تجربة الرهان على الميليشيات المسلحة مرة أخرى في ليبيا، أو أن تتحول ليبيا لبؤرة جديدة يجتمع بها الإرهابيون وملاذ للخارجين عن القانون، حتى وإن كلف هذا الأمر تدخل مصر بشكل مباشر في ليبيا لمنعه. إننا ندعو كافة القبائل الليبية في المناطق الشرقية والجنوبية والغربية لمراجعة موقف أبنائها المرابطين في صفوف القتال، وأحثهم على أهمية بناء الوطن من خلال ترك السلاح في المقام الأول والاندماج داخل جيش وطني موحد هدفه مصلحة البلاد، وليس لديه أطماع شخصية